بكل شراسة تمكن المنتخب المغربي من الفوز على المنتخب الأردني بأربعة أهداف كاملة في بطولة العرب للأمم. أعزائي المشاهدين المباراة كانت قوية جدا وبريسينج عالي صراحة, بريسينج عالي. اليوم المنتخب المغربي أكد على الأداء اللي قدمه في المباراة الأولى. صراحة هذه البطولة راح تشوفوها اصطدامات كبيرة قوية, سواء المغرب مع الجزائر ولا المغرب مع مصر ولا مصر مع المهم يعني ستروا اصطدامات قوية جدا نظرا للأداء اللي شفناه في المباراة تاع اليوم, وشفنا أهداف جميلة خاصة الهدف الثالث للمنتخب المغربي. دائما راح تكون فيها أهداف جميلة يعني المنتخب المغربي في المباريات اللي لعبها لحد الآن. يلا شوفوا أبرز ما جاء في هذه اللقطات أعزائي المشاهدين, ربطوا الأحزمة معايا. بطبيعة الحال بداية المباراة أعزائي المشاهدين, الأمر اللي لازم علينا نأكدوا عليه ولازم علينا نهضروا عليه ونشكروا قطر هو أنه الملاعب جميلة جدا أعزائي المشاهدين, ملاعب في القمة, مستوى عالي كبير جميل جدا صراحة, مشرفة للوطن العربي لما تقول أنه قطر هكذا يعني شكلها والملاعب هكذا فيها يعني شرف كبير جدا. بطبيعة الحال أنا زنيتي بطبيعة الحال المنتخب الأردني والآخر واحد من أقوى المنتخبات, واحد من المنتخبات المرشحة, واحد من المنتخبات اللي عندها تاريخ وما عندوش تاريخ في خسارات مع المنتخبات العربية أعزائي المشاهدين. بطبيعة الحال دخول اللاعب الآن خلينا ندخله في قلب الحبة يعني, أو بدر بنون أحد نجوم هذا اللقاء, أحد نجوم هذا البطولة, ويعني واحد من أكبر اللاعبين في المركز تاعو في الوقت الحالي أعزائي المشاهدين في الوطن العربي صراحة. التوزيع الأولى أردنية بالدقيقة الثانية بطبيعة الحال, كرة مغربية الأولى ممتازة التوزيع الإبعاد الأول صراحة. ثلاثة دقائق لم نصل إلى ثلاثة دقائق, شاهدوا ماذا سيحدث. كرة الأردنية بطبيعة الحال, كرة مغربية الأولى والحارس والهدف, هدف في الدقيقة الأولى هو اللي لعب دور كبير جدا أعزائي المشاهدين في قلب موازين المباراة, وإنما في تأكيد الأداء الكبير للمنتخب المغربي. هدف ببريسينج عالي في بداية المباراة, هدف أول في الدقيقة الثالثة خلى المنتخب الأردني يفقد الثقة والمنتخب المغربي يزيد له حماس وتزيد له رغبة. طبيعة الحال 1-0 للمنتخب المغربي, منتخب الأسود. التوزيع ضغط كبير جدا ورهيب في الدقيقة الأولى, شوف هنا سوء التفاهم وأنس زنيتي يفك الصراع بين المدافع عين. إذا هذا الكرة إلى 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 أنا ممتازة, أي راحت كرة عند المنتخب المغربي, حذاري مرات. طبيعة الحال المنتخب المغربي الأسود يحاولون بكل ما أوتوا من قوة من أجل يعني حسم المباراة في بدايتها, وهذا أجمل سيناريو ممكن أنك تقوم به في مباراة كيما هذه يعني أنك تحسمها وخلاص تلعب براحة. بدر بنون التغطية, شوف طبيعة الحال دفاع كبير جدا, مدافع كبير جدا, خبرة وجرينتا وشراسة لهذا اللاعب, بسم الله ما شاء الله عليه أعزائي المشاهدين. هدف يعني قلت لك هدف, أداء كبير لهذا اللاعب, والتدخل قوي جدا, تسديدة طبيعة الحال وليد أزارو الحداد إلى الكرة كانت, أنا أشوف الكرة كيفاش كان هدف الأول. طبيعة الحال تسديدة كانت في الكادر والحارس يبعد, والكرة الثانية اللي كانت في الداخل إبعاد, الكرة ممتاز, كرة مغربية والحارس صراحة المحارس الأردني برغم أنه تلقى أهداف إلا أنه الحارس الأردني أعزائي المشاهدين أنقذ الكثير من الكرات. الدفاع بعد الأولى والثانية إلو مرت الكرة صراحة, الكرة هدف الثاني بطر بانون أعزائي المشاهدين, بدر بنون المدافع ياتي الى قلب الهجوم ويسجل هدف في هذه اللحظه, شوف امام خط المرمى, امام خط المرمى بدر بنون داخل الشباك اعزائي المشاهدين. بدر بنون هدفه الثاني اعزائي المشاهدين, الرجاء حاضر, انا نهضه بركان حاضر, انا بطبيعه الحال تحيي الخويا حسام ديما يعني كيلبس قميص هذا, نحيي حسام. هاي كره هنا اردنيين بطبيعه الحال فقدوا لي روبير تاعهم, فقدوا يعني بطبيعه الحال التماسك اللي كان عندهم في البدايه بسبب تلقيهم لهدف, هدفين اخلطت عليهم الحسابات. طبيعة الحال الهدفين هذو والجولين هذو اخلطوا عليهم الحسابات. توزيع ممتاز والدفاع يتدخل, استيمات هنا, كرة مغربية صراحة لعب المنتخب المغربي بشكل جميل جدا, تسديدة الحداد عالية, كرة مغربية يا رب بلاصيو الحارس في مكان مناسب, كرة اردنية الان انطلاقة سريعة لكن بدر بنون غطى والتسديدة يا رب, شوف 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 الافراب, شوف الافراب, بوم يا اسمع شو صراحة أداء كبير ولقطات جميلة, بوم يا رب حارس المرمى صراحة عانى وقاصر مرين. كرة مغربية أخرى رأسي الآن ويزيد يتدخل, كرة الآن خطيرة والزنيتي في المكان المناسب, كرة مغربية من حفيظي مرت بسلام, هاي الرأسي الآن ما زالت الكرة مستمرة والمرتدة صراحة, شفنا بطبيعة الحال ريتم عالي, شوف التسديدة كيفاش كانت يا رب, يا صراحة كانت خطيرة جدا, كانت خطيرة جدا, هاي التسديدة والهدف, هدف مركز, هدف ثالث بطريقة
استهدف المنتخب يعني اللي سجلوا ضد المنتخب الفلسطيني، ولكن هذه المرة ببلاسي وليس بتسديدة قوية. هدف ثالث للمنتخب المغربي بهذه الطريقة من هذا المكان. صراحة حسموا الشوط الأول بثلاثة أهداف، يعني أداء كبير. هاي كرة أردنية خطيرة، والدفاع صراحة أغلق كل المنافذ. المنتخب المغربي دفاعيا أنا نقول بدر بنون، يعني إمكانياته بإمكانه أنه يحترف بإمكانياته الدفاعية حتى في هذا السن، حتى ممكن تقولوا لي لعب وكمل يعني راه في نهاية مسيرته، وأنا نقول لكم مازال عنده إمكانية كبيرة أنه يحترف في أحد الأندية الألمانية والإسبانية والإيطالية أو حتى الفرنسية بطبيعة الحال. إمكانياته كبيرة تحتاجها الأندية صراحة. هاي الكرة إبعاد طبيعة الحال، والأردنيين يحاولوا لعب الأوراق الأخيرة، تسديدة ولكنها بعيدة، محاولات من هنا وهناك. المنتخب الأردني لم يتمكن بطبيعة الحال لسوء الحظ. المنتخب الأردني الآن من المرتدة المغربية، ممتازة مغربية ممتازة الآن خطيرة. يا رب أزارو، ماذا ضيعت يا ولد، ماذا ضيعت يا أزارو؟ كرة صراحة كانت خطيرة جدا والحارس أنقذ. صراحة لو نقول كلام الشوالي نقول أن الحارس الأردني، شوف زنيتي الخطأ، يا رب زنيتي هربت منه الكرة في لقطة، آي 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 آي. كادت تكون خطيرة. شوف زنيتي من حسن حظه أن المدافع والمهاجم طبيعة الحال أخرج الكرة من أمامه. هاي كرة أردنية صراحة هنا صحوة للمنتخب الأردني في يعني نقول متأخرة. كرة لا للمنتخب المغربي، المحاولة صراحة المنتخب الأردني حاول ولكن لم يتمكن أمام قوة والجرينتا والريتم العالي للمنتخب المغربي اللي لعب طريقة إنجليزية. صراحة لعب طريقة إنجليزية في هذه المباراة، هجمة وبريسينج وما كاش راحة وما كاش طبيعة الحال. شوف زنيتي اللعب بالنار يا زنيتي، تخوفني يا زنيتي برغم خبرتك وإمكانياتك وقوتك إلا أنك تخوفني في لقطات صراحة. يا رب هاي الانطلاق، لا 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 القوة البدنية. أنا رحيم يدخل طبيعة الحال وقام ب شوف كيف يعني قام بالعديد من المراوغات محاولات، وبطاقة صفراء اللاعب الأردني مستحقة صراحة. ضربة جزاء رحيمي، الهدف الرابع يسجل رحيمي الرابع طبيعة الحال أمام الجماهير المغربية الحاضرة هنا، وعموتا يتفرج. أربعة أهداف مستحقة بطبيعة الحال. في الأخير انتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي بأربعة أهداف لصفر هدف، يعني مباراة ثانية فاز فيها المنتخب المغربي بأربعة أهداف. صراحة فوز مستحق نظرا للأداء الكبير اللي قدمه المنتخب المغربي في هذه المباراتين. سنرى ماذا ستقول وماذا ستخزن لنا هذه البطولة أعزائي المشاهدين، راهي بين بالراي بيسونت قوه كبيره في المنافسه بين الفرق العربيه. شكرا لكم على المشاهده اعزائي المشاهدين، نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بيس مبروك. سنرى ماذا سيحدث في مباراه الجزائر بعد لحظات. السلام عليكم.